للمزيد من التفاصيل حول هذا الحادث نربط الاتصال مباشرة بمراسل شرق نيوز من ولاية تبسة بالقاسم دريد. بالقاسم مساء الخير. أهلا مرحبا. بالقاسم، ما هي آخر التطورات؟ كيف هي حالة الآن الأشخاص الذين أصيبوا بجروح من المتظاهرين في ولاية تبسة، وهل تم إلقاء القبض على المتسببين في هذه الحادثة؟ تفضل. بداية، إن صح التعبير، نسميها بالمأساة ما حصل مساء اليوم ببلدية الحمامات، حيث بداية تجمهر زهاء 100 مواطن أمام مقر البلدية لرفع انشغالهم مثل ما ذكر في التقرير عن نقص الماء الشروب، إلا أن أحد مسؤولي البلدية أكد لهم بأن قلة الماء سببه مصنع يوكوس، حيث تنقلوا جماعيا باتجاه المصنع، وخوفا من اقتحام المصنع قام البعض من أقارب صاحبه بإطلاق عيارات نارية من بندقية صيد، حيث أصاب 11 شخصا توصف 3 منهم بالخطرة. ومن أجل كيف هي وضعيتهم الآن بالقاسم؟ 3 منهم توصف بالحرجة ومتواجدون لحد الساعة على مستوى مستشفى عالية صالح. على الرغم من التعزيزات الأمنية التي كانت بمدخل المصنع، فقد تمكن المحتجون بعد خروج شاحنة للدرك التي كان على متنها 4 موقوفين يشتبه فيهم بإطلاق النار على المحتجين، حيث أضرموا النار في شاحنة ومركبة، ثم اقتحموا المصنع من الداخل وأضرموا فيه النار كلية، حيث أتلف عن آخره هذا المصنع للإشارة. لحظة فقط بالقاسم، حتى نوضح للمشاهدين، من قام بإضرام النار في المصنع؟ يمكن أن نقول العشرات المئات، لا يمكن حصرهم، لا يمكن أن نوجه الأصابع من أشخاص خارج المصنع أم من تسببوا بإطلاق النار على المتظاهرين؟ لا، الأشخاص يقيمون جميعا ببلدية الحمامات، هم من خارج المصنع. جدير بالذكر وهو ما نأسف له أن المصنع يشغل حاليا أكثر من 150 شخصا، يزود أكثر من 15 ولاية بالمياه المعدنية. معنى هذا أن 150 عائلة يمكن أن نقول أنها أجبرت الآن على البطالة. هل تقربت من ملاك المصنع زميلي بالقاسم؟ حاولت التعرف على الأسباب التي دفعت بهم لإطلاق النار على المتظاهرين؟ ملاك المصنع لم يتمكن أحد لحد الساعة من وجودهم، خرجوا من المصنع وأجبروا على الخروج من المصنع رغم التواجد المكثف لعناصر الدرك الوطني ببلدية الحمامات. ملاك المصنع غادروا بلدية الحمامات باتجاه بلدية تبسة حوالي 20 كيلومتر، البعض منهم توجهوا إلى مسقط رأسهم ببلدية الشريعة حوالي 45 كيلومتر. ما يمكن أن نقوله، لماذا غادروا بالقاسم؟ هروبا من العدالة؟ نعم، خوفا من انتقامات المواطنين والمحتجين. هل هناك ملاحقات في حق هؤلاء من قبل العدالة؟ أكيد. أن عناصر الدرك الوطني اليوم وبحضور إطارات من الدرك الوطني قد باشروا تحقيقات وأخذوا صورا للمحتجين، وقد تكون هناك توقيفات أكيدة جدا، خاصة وأن المحتجين تم تصويرهم جميعا، وحتى الذين اقتحموا المصنع هناك صور قد أخذت لهم سواء من طرف عناصر الدرك الوطني أو من طرف الكاميرات التي كانت مثبتة بالمصنع. نعم، شكرا جزيلا لك بالقاسم مدريد مراسلنا من ولاية تبسة، كنت معنا على المباشر عبر الهاتف. عموما مشاهدينا، سنوافيكم أولا بأول بمزيد من التفاصيل حول هذه الحادثة.